قبل ما يبدأ المقطع أتمنى أنك تحط زر اللايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد، وأتمنى أنك تنشر الرابط لأصحابك اللي يلعبون لعبة Red Dead Redemption 2 عشان يستفيدون وأنا أستفيد. شكرا لك. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا اليوم عندنا الجزء الرابع من سلسلة حل ألغاز لعبة Red Dead Redemption 2، واليوم لغزنا راح يكون اللي هو السيريال كيلر أو القاتل المتسلسل. طبعا مكان أول جريمة راح تحصلها راح تكون بالقرب مرة من مدينة اللي هو الفالنتاين، تقريبا في هذا المكان زي ما شفتوا في الجيم بلاي. لما توصل راح تحصل والله دم في كل مكان، وراح تحصل الغراب فوق يطير، يعني حالتهم حالة. لما توصل للمكان راح تحصل جثة معلقة بهذا الشكل ومكتوب كلام look at my work. طيب الآن راح تيجي لهذا المكان بالقرب من الجثة على طول في الجهة الثانية، راح تحصل رأس مطعون بسكين، وفي فم هذا الرأس في رسالة. هذه الرسالة هي عبارة عن جزء من الرسالة الأصلية، يعني الرسالة الأصلية عبارة عن 3 أجزاء موزعة، فراح نجيبها 3 أجزاء ونكمل الخريطة عشان نعرف مكان القاتل المتسلسل هذا. بالنسبة للمكان، الخريطة الثانية راح تكون في هذا المكان زي ما تشوفون، هذا المخيم حقنا، ومكان الخريطة راح يكون بالضبط هنا جنب اللي هو الوالس ستيشن. طبعا لما توصل للمكان راح يكون بهذا الشكل، كل اللي عليك انك تتوجه للنقطة اللي حددناها، وراح تلاحظ برضو اللي هو الغراب يطير حول الجثة، والجثة يعني مقتولة بنفس الطريقة الأولى اللي هو جسمه مقطوع، راسه مقطوع، أياديه معلقة من اليمين واليسار، وموجود الرسالة هذه المرة مكتوب Do you see؟ يا مريض. بالنسبة لرأس هذا الرجال المسكين راح يكون على طول بجنبه في اليسار بنفس الطريقة، رأس مقطوع، سكين طاعن في عينه، الرسالة راح تكون في فم هذا الرجال اللي ميت، أكيد ميت، وراح يكون جزء من الصورة الرسمية الكاملة. كذا يكون معاك جزئين، ننتقل للجزء الثالث. طبعا الجزء الثالث راح يكون في هذا المكان تقريبا زي ما تشوفون هنا المخيم، ومكان الجزء الثالث راح يكون هنا بالضبط على حرف الاس بالضبط زي ما تشوفون في الجيم بلاي يا اصحابي. لما توصل للمكان بنفس الطريقة راح تحصل راسه مقطوع وجسمه مقطوع ومعلقه من اياديه من اليمين واليسار، وكاتب رسالة بيهولد. والله هذا مريض، سايكوباث، مريض، سيريال كيلر. بالنسبة لراس هذا الشخص راح يكون تقريبا وراه على طول، هذه المرة راح يكون طاعنه بخشبة، معلقه في خشبة، والرسالة راح تكون في فمه، مريض. Point with you. Huh.
لما تجمع الثلاث الصور وتكتمل معاك الصورة راح يدلك على اللي هو مكان هذا السيريال كيلر، وغالبا راح يكون في هذا القبو، يعني مخليه زي المزبن حقه. بالنسبة لمكان السيريال كيلر راح يكون بالقرب من مدينة اللي هو الفالنتاين زي ما تشوفون في الجيم بلاي. طبعا لما توصل للمكان اللي حددته راح تظهر لك زي المنطقة البيضة هذه وعلامة الاستفهام، فانت راح تدور على السيريال كيلر في هذه المنطقة. طبعا على طول راح تحصل المكان هذا القبو حقه المريض، وهو غالبا راح يكون تحت. اترككم مع المقطع تشوفونه وتستمتعوا. ما في استمتاع، ما ادري، المهم تابعوا. Have you come for me? Or was this all nasty surprise? Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? You should think about that. Save yourself thinking about what's about to happen. Now, I'm not going to lie. It's not going to be nice. And fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. طبعا زي ما شفتوا ايش صار، داهمني ودارت بينهم حوار وبكسوا. كل اللي عليك انك يعني تكتفه وتربطه، بعدها راح توديه لمكان اللي هو التشيرف او المسؤول عن الامن هناك، واترككم مع ايش راح يصير الان. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar of that broke-down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on, Eve. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. And you'll remember that, my friend. I'm sure I shall. You are a frightening fella. I'll all behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. And I'll get you a lawyer. Don't you worry about that. You get in that cell, calm as you be. Get him! Get him off me! Oh, thank you. Thank you, my lord. What a monster. Yeah. Well, like I said, have someone head up to his cabin. I think he killed quite a few. Oh, there's a lot of sick bastards out there. Here. Here's some money for your trouble. Thank you, sir. What a mess! طبعا زي ما شفتوا ايش صار، التشيرف مسك اللي هو المريض هذا
وحاول يدخله في الزنزانة ودخله، لكن هذاك المجنون قلب اللي هو مصاص دماء، نط على التشيرف وحاول يعني انه يعضه كذا، لكن اضطرينا اننا نقتله وبكذا يكون تنتهي المهمة وينتهي اللغز. التشيرف يعطيك اللي هو $20 مكافأة لأتعابك. كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام.